يا ميت، اهلا وسهلا بكل اللي يشاهدونا في درع الماشي. طبعا اكيد اصبحتم عبر 5 مواسم عارفين طبيعه هذه الفقره اللي بنلتقي فيها مع شخصيات مميزه ورائعه، ونحاول كمان ان احنا نظهر جمال الطبيعه في بلدنا الحبيب. انا هنا مع شخصيه كذا، ايش اقول، مزه يعني مزه طبعًا. ايوه عسل مزة. عسل جميلات الجميلات. ايوه عرفينا بحالك. والله اسمك؟ اسمي هدى. هدى كيف حالك يا هدى؟ الحمد لله، الله يسلمك يحفظك. امين يا رب. من وين يا هدى؟ والله اني من المذاحق بس ساكن بذبحان. من المذحقي؟ ايوه ساكنه بذبحان. ايوه تجمعي ما بين جمال المذاحق وذبحان. ايوه ها راجع لك يا مذحقي، راجع لك ومعي لك اغلى هديه. الله الله يا هدى، الله الله يسعدك ان شاء الله. الله يسعدك يسعدنا الجميع ان شاء الله يا هدى. انا مبسوطه ان انا شفتك، وكلموني الكثيرين من اهل المنطقه انه في شخصيه كويسه جميله رائعه ومكافحه في نفس الوقت ودمها خفيف. وما ادري ايش اقول لك، يعني حاجات كثيره. ابدي قلبك والله عاجز عن التعبير. الله يسعدك يا هدى. والله ما اقدر يعني اوصف لك يعني كيف شعوري الان لما قابلتي. ايش شعورك؟ ايش شعورك يا هدى؟ شعوري يعني ما اقدرش اوصفه والله، قادر اقول لك عاجز عن التعبير يعني انني قابلت مايا. بعدين ايش الحلاوه دي؟ ايش القميص هذا؟ ايوه والمقرمه والكوفيه. ايوه يا قلبي ذا علشان لبستوري علشاني. الله يسعدك ان شاء الله. هذا زي من ازياء اي منطقه؟ ذا المداحق. من المداحق عندنا. ايوه مداحق اسفل يلبسوا. أيوة. بهذه الطريقه. أيوة. أيوة. مطرز من فوق. ايوه هذا مطرز يعني. جميل 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 يا هدى. طبعا والمشقور. أيوة. والمدري ايش. أيوة. عروسه يا هدى. اي والله عروسه. على ذكر العروسه، اين عريسك؟ اين زوجك؟ والله اني اختار لي عروسه الان. تختاري؟ أيوة. وين زوجك؟ زوجي؟ ايه زوجي خلاص كنا نروح لحاله. انفصلتم عن بعض؟ انفصلنا عن بعض. ما خلاص وجب علينا تزويجك. ايوه تمام. الان انا مراعي لك بفارغ الصبر. اي حين تنزل مايا عندي حصل مايا عشان الزوج. عشان اختار لي زوج. يعني اختار لي زوج من مالي واثر. ايوه ما رفضت من اهوى شباب شاطر ضابط ولو قيمه ولو ما اثر. الله الله الله. مش ابو دبه ولا العمائر، لا علم لا اخلق فلا ضمائر. الله 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 يسعدك يا هدى. احسن تذكرني بلون اخر دم الغزل ولا رصاص باهر عبره لمن مثله بلا ضمائر. ضمائر الله طبعا عليك. نشتي اقول لك اقدم لك اغنيه علشانكم يعني نبدا يعني الترحيب باغنيه. ايوه يلا هي تمام احنا نسمع. اصحى صباحك يا غريب، هل انت من ارض اليمن؟ انا الغرب وابن الوطن، قل لي السكن لي عندكم هو للقلوب او هو لمن؟ لمن احلى سكن لك في البدن، اصل البدن ذي يسكنه قضق من كثر الشجن. عندي طلب يا منيتي، لتني اشم خمر الوجن. ماذا الطلب حرقتني، ليش العقل في ذاك ترن؟ ماذا اراكم يا ترى، هل انت تضحك عن سكن؟ هذه الطريق لو زرتنا توصلك ثاني السكن. والان لازم نفترق الى اللقاء بكره. اذا الله الله ملا يا هدى. هذه مش ترحيبيه، هذه غزليه. لا والله يا حبيبه قلبي ابي انني اعطينيش اني دارس لغه عربيه. ملا طيب هذه غزليه في قول الشيخ البحبحاني، هذه اغنيه غزليه. خلاص طيب بلشت. الله يكبر بخاطرك. أيوة. معك اولاد وبنات؟ ايوه كم معك؟ معي 2 بنات و2 عيال. ما شاء الله. اكبرهم كم واصغرهم كم؟ اكبرهن وحده عمرها 20 سنه. ما شاء الله. اوه تزوجتي انت صغير. ايوه تزوجت عمري 13 سنه. 13؟ ايوه. كان باختيارك؟ لا والله. ها؟ لا والله. ها؟ مش باختياري، اني كنت جاهل صغير ما فهمش. بس ابي تصاحبه ناس يعني كذا وهذا وخطبني واحد من القرية وابي رفض وسراح يجيب الوسيط، والوسيط رجعه العروس. ها؟ ايوه يعني كان وسيط رجعه العروس. اجا يتوسط لها علشان. أيوة. يزوجها الواحد. أيوة. شافها تزوجها. ايوه تزوجني هو. هذا زي مسلسل يا ربي ايش اسمه، مسلسل مصر الزوجة الرابعة لما راح يتزوج، اللي شافته طبعا لما راح يتزوج واحدة على اساس يخطبها لابوه شافها تزوجها. ايوه زوج قال له يا ابني والله ما رضيتني الا انا حدنا. أجهودة. نصيب سبحان. أيوة الله. يعني كنت عدني صغيرة كذا ومعانا قدام البيت حول كنا نخرج نحقين نفقح. أه. وقال له لو سمحت ورينا في من يعني الذي هي العروسة، قال له انا شديدي. ايوه طبعا قالوا انا خليتي بعقلي، فقلت والله اني ليا حقي حقي. أيوة. لا تركنوش على الوسطاء. أيوة. يروح يخطب له. ايوه 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 الوسطاء هذا يرجعه العروس. ايوه والله العظيم. أيوة. الوسطاء هذا خطير خطير. أيوة. منوش الله يكبرك. طيب ايش تعملي الان؟
معك أرض تزرعي ولا تشتغلي؟ لا يا روحي. ولا تدخلي تخرجي ولا لا لا أشتغل حبيبه. أشتغل أنا اشتغلت بالأراضي، اشتغلت كذا بالبيوت يعني علشان قهالي وربيت عيالي وبناتي. الله. أني اشتغل عليهم وأني قيبلهم لما أبوهم تنازل عنهم أنا اللي صرف عليهم وأدرسهم. أنت نموذج للمرأة اليمنية. الله يفتح عليك يحفظك. الله يحفظك يا هدى. الحين خلاص كبروا الحين تشوفي حياتك؟ ايوه الان خلاص كبروا هون وهذا وانا العيال شو تزور؟ ايوه ده الحين شوفي كم معك؟ 1 2 3 4 5 6 6 وعاد الباقيين واجي 7 8 نفسي هذا راعي الكوفيه سوداء نفسي المخرج ايوه نفسي عاد انا ما شاء الله اصل انا ولا خطبت ام علي والله بس غير فسخوا الخطوبه الصدق انا غير نشيل فسخوا خلص اخو ام علي الحمد لله يعني الحمد لله نطمن الحين نزوجكوا ايوه خلاص يعني المهم نحن نسعد اليوم هذه ما نخرج الا على راي خلاص قولي لي ايش شروطك واني علي على طول اوفق بينك وبين المخرج شروطي يعني المهم انني الدبله حق فاروق أيوة اصلا ولا فاروق قبل انا دبله ايوه اصلا هذا نشتري من فاروق يعني دبله ادي لنا دبله يا فاروق ايوه المهم دبله ولا خاتم ولا المهم اشتي لي الان مخرج الا بحل من عندك يا مايا لانني مراعي لك فارغ ما انا معجبك فيه بو سبحان الله العين لما تهوى والقلب الله يسعدك حبيتك وتظلمني ما له هي قسم تنقل مسافر من مكان لمكان شو قصة تتنقلي تسافري بعدها من مكان لمكان مش مشكلة أهم مش الشهرة وصيتي تاجر مش مشكلة يبقى ولا يسافر أنا ماليش دخل لا هي أم عبد الناصر الآن تسمعيك أم عبد الناصر تسمعيك الآن زوجته أم عبد الناصر تسمعيك اقنعيها لا خلاص يا حبيبي المهم نتفق أنا وأنتي يعني علشان خلاص ما فيش بيننا حاجة أيوة. علي حاجة ولاشين نكون نحن خوات أيوه خوات الزوج يعني اللي هو العادل الزوج نعم وبشري بعدل لا مثيل له الله يا هدى الله والله انك شخصيه رائعه يا هدى اكيد بحياتك مريتي بمواقف كثيره صح ولا لا يا ما زعلتي ويا ما فرحتي ويا ما اكثر شيء زعلك وكسر قلبك اكثر شيء زعلني وكسر قلبي انه طبعا نزل ابني عدام قال يا امه بدل ما تتعبي وهذا انا شنزل اشتغل نزل يشتغل هو اخوه من الاب وصهيره زوج اخته من الاب طبعا ايوه هو يسوق الباص وقف صاحب باص ثاني اشر له شقزعج يخرج عن الخط بوقيت باص ثاني صدمه اختلف فوق الراكب سيبوا لنا كره وابني زرح سعف الراكب وعالقوه ايوه وجلس جنبه وبعدين شلوا لنا البحث وحبسوا لنا وبعدين بقسم الشرطه واني صدق نزلت عدن واني ما اعرف شحد وقعقعته صح اه بكيت ودم مش دمه اه يا هدى بس الصدق ناس يعني ما اقدر اوصفهم اصحاب عدن واللي بالقيس ما اقدر اوصفهم يعني كانوا ناس يعني كويسين ناس ايوه اصحاب عدن يعني الصدق ناس رائعين جدا ما اقدرش احكي عنهم يعني ك وحصلت نص برضه من حق اب او انك وقفوا معي واحده ب 520,000 من حق اب ما يعرفني ولا اعرفه ولا لا هو ولا نسوان يعني ولا شيء بس سبحان الله العظيم سبحان الله والذي برضه من الذي هم عارفه اتصل اللي تحول لي واحده ب 50,000 واحده ب 30,000 واحده يعني الموقف هذا على الرغم انه كان موقع لكنه كشف لك حقيقه الناس ايوه حقيقه الناس دائما تتضح في المواقف الصعبه أيوة لما يحصل لك موقف صعب أيوة تعرف معدن أيوة كل أيوة انسان الموقف الصعب صح صحيح يعني ايوه يعني انت تعرفي الناس تعرفي الصديق وتعرفي يعني الناس الاجانب يوقفوا معك افضل ايوه الله لا يوقع لك قلب امين ان شاء الله يا رب آمين. طيب واكثر موقف اسعدك في حياتك خلاكي كذا مبسوطه وفرحانه وسعيده والله ما يقدر تقولي ليش ما فيش حاجه اسعدك يعني الضحكه الحلوه دي والابتسامه الضحكه والابتسامه اني اسعد الناس شوفي من الزريقة من الزعازع من المساحي من دبع من السمسرة من قدس من صبر من أي منطقة ما يجلسن معي يسلين معي حتى ناس أحيانا تجي وحدة تعبان مريض حالة نفسية أو تقول خلاص أنا ارتحت يعني جلستي جنبك خلاص تروح مرتاح برضه تجي لعندي ترجع لعندي الله وتجمعن يعني كثيرة تكون جلسن يومين وهذا طبعا باتحاد مساء اليمن بسنا نضحك نمزح يعني ولا حصلتي أي موقف أسعدك بحياتك أبدا ماشي عادك شي تتزوجي المخرج اركنيكش خينا اسعد اركنيكش انا اركنيكش الله معك الله انا اركنيكش انا كم زوجت في انتين وكيف يكون حالك من بعد شهرين ايوه انا شو اسمعها باللحن شو اسمعها باللحن لو في معي كذا اغنية على المزوجين ثنتين والله هي ذي بس ما معيش انا يعني طيب لو قالك عريس مزوج ثنتين وانت الثالثة
أقول طبيبتي قوم اسرحي لحالك، أني مريضة من صياح بناتك، هذا ولد عمك لو كان يحبك ما كنت زواقني وقيتي فوقك. والله لا تطير فيك من الطاقة مش من الماء. فلات المشقر عادي عادي فلات المشقر والله لا صلحوه ما لما وفلات ايوه تشقرتي وتصلحتي أيوة. بس ارفعي الكوفيه كده عشان المشاهدين أيوة كمان يشوفوا انك كفار ايوه الله يا هدى الله يا هدى. طيب خرجتي من خارج المناطق هذه، طبعا احنا في غيل، في غيل ايش اسمها هذه المنطقه؟ غيل العدوف. غيل العدوف منطقه سياحيه بامتياز مثل ما احنا شايفين المياه والخضره والوجه الحسن. أهدي قلبك يا روحي وانت كمان والوجه الحسن. بعيونك بعيونك الله يحفظك. ما خلاص نروح انا وانت نشوف لنا عرسان نعمل لنا علاء أيوة. منشور بالفيسبوك أيوة أيوة. بس نجيب المواصفات حقهم ايوه نجيب المواصفات أيوة. حقهم ايوه اما كذا ما لا انا مواصفات شو اقول له؟ مو هي عندك سياره عندك عماره لا لا توصل لا تقرب لي لا تحكي قصتك لاهلي انا ادري باهلي يشران وش راح يطلبوك لا تطلب ايدي ارجوك الله انا الله. ادري اهلي رفضوك يعني المهم اهم شيء سياره وعماره الله الله مع سياره برادو مع سياره برادو اهم شيء سياره وعماره من ابن العام ملا طيب اسمعي اسمعي وهذا فارق معه سياره اهم شيء ملا والشبيت وسياره ومشان ارتاح يعني باقي العمر انا ارتاح فارق معه بيت لانه طول عمري وحياتي مقعقع وتعبان أنا اشتي الآن يعني أرتاح ما شاشة قعقعت خلاص الله يسعدك يا رب ايش أمنياتك آمين. طيب يا هدى أمنياتي إن الله يوفق عيالي يعني وبناتي وأمنياتي كل اشتي بيت بيت الله أيوه. يوفقك الله يوفقك يحولك بفاعل خير آمين ما تلاقي إلا وقد قابلك بيت يا هدى يلمك أنت وأولادك بإذن الله إن شاء الله يا رب أما المشكلة قدمي طول عمري يعني نشتغل وكافي ما عليش مش مشكلة مش مشكلة, مشكلة. أيوه. طالما والصحة موجودة والعافية موجودة فالرضا نعيم الحمد لله. طيب تسمعي فنانين معينين مليم فنانة يمنية تجلس تدندني بينك وبين نفسك؟ ايوه يعني كذا ايوب وبعض فنانين مثلا من؟ ما تسمعي لايوب طيب ايش من اغنية من اغاني ايوب تحبيها؟ خذ من عيوني ما تشاء شفدك بروحي يا رشا كيف شفرقك وانت الذي ساكن بقلبي في الحشا خذها معك خذها معك الله يكبرك يا هدى الله يكبرك يا رب طيب طبعا تقول لك اغنيه ساكن صبر ساكن وانا عليك راكن قلبي معك لكن خايف من النكران الشمس على خده والورد في يده روحي سرح بعده وانا هنا حيران والورد في يده الله الله انا بدالك انا بدالك انا بدالك انا يا حبيبه قلبي تحبيني يا هدى اموت عليك والله واني والله احبك والله اني على ما اشوفك قسما بالله انني ادعي لك ربي داري الله يحفظك وانا أنت كمان انت غافل ملائكتك حضور بس ادعي لك شوفي شوفي على عبارة انت غافل ملائكتك حضور ايوه ربنا يسعدك يا هدى آمين آمين يا حبيبي يسعد كل الناس آمين. ويبسطهم وينور آمين. حياتهم دائما الحياة آمين. مهما كانت صعبة أيوة. لأنها تحتاج أحيانا لقلب راضي وقانع أيوة. أيوة. ملامح الإنسان تثبت دائما بأن البساطة في قلبه وفي روحه تعني الرضا والرضا يعني الحمد دائما على نعم الله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل شيء أنا أعطانا ربنا أنا كنت سعيدة يا هدى أن أنا شفتك اليوم وأنا كمان يا روحي ومبسوطة أن أنا التقيت فيكي وأتمنى بإذن الله أن أنا أشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة في مواقف قادمة في زيارات قادمة إن شاء الله إن شاء ما تنسيناش لا يا روحي وأنت ما تنسينيش نحن إيش ننسيك قلت زوجة المخرج حقا لك لا مش ها يا مايا مش من غب عن العين غب عن القلب ليوة. لا أيوة. لازم يكون بالعين خياله وبالقلب هو يا حبيب القلوب اين عمالك واين جيبك اني عملتك براسي خايف الطير يشيلك واني عملتك بعيني خايف الميل يردك واني عملتك بقلبي قلت هذا محلك هذا محلك وانت محلك في قلوبنا وقلوب المشاهدين اللي شافوك في حلقه اليوم هذه لفته بسيطه من برنامج طائر السعيده من فقره هدرع الماشي وانا اشكرك جدا على المشاقره الجميله وعلى هذه الفقره الجميله واشكر كل المشاهدين ايضا اللي بيعطونا مساحه في حياتهم بان احنا نتعرف عليهم نتعرف على تفاصيلهم ما زالت لدينا العديد من الفقرات ايضا المختلفه والمتنوعه في طائر السعيده
تكون كما خطيب اشتنسيني. كما اشتنسيني؟ كما اشتنسيني يا خطيب. كما اشتنسيني اليوم هذا قدم مسمر بالبيت ماليش دخل. كما تصدقي امس لميا واليهودا. سلام سلام سلام.